الغراف الخام محمر، الغراف الخام محمر. اهلا يا عوف. افتح يا خرم محمد. اهلا يا ولاد، خير ان شاء الله. كل غراف ده لازم من احمد ابني، مش كده يا عوف؟ لسه وصل حالا دلوقتي يا خرم محمد، اتفضلي اكتبي لي هنا. حاضر. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. سلام عليكم. ايه على فين؟ استنى لما تستقر لي التلغراف. يا خلا محمد، ساصل الى المطار الثامنة صباحا يوم الخميس الموافق 4 من الشهر القادم. ابنك احمد. اتفضل يا خلا محمد. يا انت كريم يا رب. يوصل بالسلامه يا خلا محمد. سلام عليكم. سلام سلامه. احمد راجع يا ابو فهد. ايوه يا خلا محمد، 4 من الشهر الجاي يعني بعد 9 ايام، لازم البلد كلها تعرف. يلا بينا. اهلا بيك يا سلوى يا بنتي. صرياد اخوكي موجود؟ اه موجود. تعالي اتفضلي، خليك انت هنا يا ابو فاس. اهلا وسهلا، اتفضل. يليك فضلك يا رياض. رياض. ايوه تعال. ايوه سلوى. اهلا 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 يا محمد. خير خير يا رياض يا ابني، خير. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائي. احمد خلاص راجع كده. طب اتفضل اتفضل. ما تتصورش يا ابني الفرحه اللي انا فيها. ده انا روحي اتردت لي لما شفت التلغراف في ايد عوف. يوصلك بالسلامه ان شاء الله. انا خلاص ما بقتش لوحدي يا رياض. الخوف اللي في قلبي كله انشال. الديانة مش هيهودوا ناحية البيت، مش هيطولوا من الأرض حب التراب. أحمد رجع لهم يا رياض، رجع لهم. وإذا كانوا قدروا على كتير من أهل البلد فمش هيقدروا عليه. خالتم أحمد، أنا طبعا ما أقدر قد إيه أنت فرحانة برجوع أحمد، بس ما خبيش عليكي أنا خايف أحسن أحمد ما يقدرش يعمل حاجة. كلام إيه ده يا رياض يا ابني؟ تقصد تقول ان احمد مش هيقدر عليهم؟ لا، ده انا ابن راجل وسابع وطول عمره سابع، محدش هيقدر يقف في سكته. ما هي المساله مش عارف يا خالتم احمد. وبعدين انت ناسيه ان البيت والارض كان عليهم مديونيه 7000 جنيه من ايام المرحوم ابو احمد. ايوه، واحمد سافر واشتغل عشان يفك المديونيه دي. سنتين شقى في الغربه يا ضنمه، لكن هو راجع. بيني وبينك انا خايف على احمد من كاظم بيه. وكاظم بيه له ايه غير ال 7000 جنيه بتوعه؟ هياخدهم على داير مليين. بعد اذنك، سلام عليكم. رايحه فين؟ هوصل لحد بيت كاظم بيه، حبل له ان فلوسه هتوصله عن قريب ان شاء الله. اهلا وسهلا ست ام احمد. اهلا وسهلا. اسمع يا كاظم بيه، احمد ابني راجع بالسلامه ان شاء الله وهيرد لك الفلوس الدين كله. يعني مش ناوي تبيع؟ لا. قصدي يعني مش ناوي تبيع بيتك وارضك ضمن المشروع ده. انت حقك تفرحي يا ست ام احمد، ارضك حالتها هتتحسن. وديكي شايفه الجامع والمدرسة والمستشفى وغيره وغيره وغيره. قلت لك مش هنبيع يا كاظم بيه. قلت لك مش هتبيع يا عافية. اخلص انت. كل جيرانك باعوا. هم احرار في نفسيهم، لكن انا مش هنبيع يا كاظم بيه. انت كل اللي ليك دين وهتاخده لما يرجع ابني بالسلامة. يعني يبوظ المشروع بسببك؟ انا ما يهمنيش المشروع بتاعك،
انا كل اللي يهمني بيتي وارضي، ملايين الدنيا ما تعوضنيش عن طوبة من بيتي ولا حبة تراب من ارضي. يلا كنا بنقول ايه؟ كل المعدات وصلت، يومين بالتحديد ونبدا في الازاله. انتوا متاكدين من الرسومات دي؟ الخرائط دي منقوله من الاصل. المنطقه دي كلها كانت مدينه فرعونيه كامله، مع الزمن والاوامر الطبيعيه راحت، لكن الهدف بتاعنا موجود وهنا بالظبط. بيتهم احمد. كازم بيه ليلكو ده اللي انا سمعته النهارده، واستغربت لما عرفت انك بعتي. يلا ماما خدي حاجتك من جوه وابعدي عن هنا. ابعد ابعد اروح فين؟ ده بيتي ودي ارضي، انا عشت فيهم وحموت واتدفن فيهم. ابعدي يا ام احمد، انا خايف عليكي. ابعدي انت، ما تخافش. ابعدي يا خاله ام احمد، دول بيقولوا معهم امر من الحكومه وما بيعملوش كده من دماغهم. ابعدي انتي واهلي منك حاجاتك. يا محدش هيقرب من هنا، واذا نفر منكم حب يعمل حاجه موتوني قبل كده. انتوا مجانين، ابعدوا عني، ابعدوا عني، ضيفوكم سيبوني. ابعدوا عني، انتوا مجانين يا وصلينا الأيمين، سفينة من وحدي.
أنا صحيح. قول لي أخباركم إيه؟ خير، كل خير. المهم أنت عملت إيه؟ الحمد لله حققت كل اللي كان نفسي فيه قبل ما أسافر. وأمي أخبارها إيه؟ أكيد فرحانة والدنيا بالساعة. وسلوى إزاي يا رياض؟ كلهم كويسين، ما تشغلش بالك، المهم إنك رجعت بالسلامة. البلد اتغيرت قوي وانا ما غبتش كتير. فين كشك ابو زيد اللي كان هنا؟ كشك ابو زيد ايه يا عم احمد؟ ده اتشال من زمان قوي. طب و ما تستعجلش، واحدة واحدة. ايه؟ مش عايز تشوف حنان؟ ازيك يا حنان؟ اخبارك؟ الله 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 الله، ده انت اتغيرتي قوي، اتغيرتي خالص، كبرتي عما سافرت. هو انا يعني كنت عيله قبل ما تسافر؟ لا لا لا، قصدي يعني كبرتي وحلويتي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هبقى ازورك تاني. ايه رايح فين؟ اقعد شويه عشان تستريح من المشوار. هو انت ما قلتلوش؟ لا ما هو يعني ما كانش فيه فرصه. ما قاليش ايه؟ هو في ايه؟ لا ابدا، بس في اخبار مش كويسه. امي جالها حاجه؟ ما تخافش يا احمد، والدتك تعبانه بس شويه. ما قلتليش ليه يا رياض؟ ما انا ما حبيتش اضايقك اول ما توصل كده. رايح فين؟ رايح البيت. بيت ايه بس؟ هات الشنط من العربيه وخليهم هنا. وخليهم هنا ليه؟ اصل والدتك في المستشفى. انهي مستشفى؟ مستشفى المشروع الجديد. مشروع ايه؟ مشروع استثماري جديد عامله كذا بيت. وفين المستشفى دي؟ مكان بيتنا. بيتكم؟ هو عم ابراهيم بقى الارض؟ كلهم بقوها للمشروع. رياض روح انت شوف شغلك، وانا هروح مع احمد، وبالمره اطمن على خاله ام احمد. ماشي هشوفك. خالد. ايوه. هات لي مفاتيح عربيتي، وروح هات شنط الاستاذ احمد وخليهم هنا. حالا. أمي أنا أحمد. أحمد سلامتك يا أمي.
ألف سلامة. أحمد البيت الأرض نهبوا يا أحمد نهبوهم. بيت والأرض بتتكلم عن إيه؟ مين المسؤول هنا؟ أنا المسؤول الإداري. اتفضل حضرتك. الدكتور فين؟ الدكتور مش موجود. هيجي إمتى؟ الدكتور ما بيجيش إلا في الحالات الضرورية، وزي ما سعادتك شايف المستشفى كلها تحت التأسيس ولسه ما كملتش. اسمه إيه الدكتور ده؟ الدكتور فاضل محي الدين، وعلى فكرة ده من أشهر الأخصائيين في البلد. أم عندها إيه؟ الدكتور قال إنها صدمة عصبية وهتتحسن إن شاء الله. أنا مش عايزك تقلق. ده كل اللي حصل. مش قادر اصدق ان ده حصل. من سنتين سافرت وانا كل امل ان اشتغل واكسب واحوش علشان اسدد دين الارض، ولما رجعت لا لقيت البيت ولا لقيت الارض، وكمان لقيت امي عيانه ومش داريانه بحاجه. بكره يا احمد كل شيء يتصلح. بكره ايه يا حنان؟ انا في النهارده مش في بكره. وبعدين حكايه ان امي بعت البيت والارض دي مش داخله دماغي ابدا. ايه اللي يخليها تبيع بعد ما بعت لها تلغراف وقلت لها انا جاي ومعايا الفلوس؟ معقوله ابيع يا حنان؟ وتبيع ليه؟ احمد انت دلوقتي محتاج للراحه علشان تعرف تفكر كويس وتشوف هتعمل ايه. ارتاح ازاي بس يا حنان؟ وفين؟ ما البيت راح. اسمع يا احمد، انا بيت خالي موجود تقدر تقعد فيه لحد ما تدبر امورك. معقوله يا حنان اقعد في بيت خالك وفي وسط عيلته؟ البيت موجود وما فيهوش حد. خالي بيشتغل في مصر بقاله سنه ونص دلوقت. ايوه بس ما بسش ولا حاجه. انت هتقعد فيه وعلى ما تاكل لك لقمه في الكافيتيريا هيكون البيت اتنضف واتوضب. يلا بقى. حكاية رجوع احمد ما كانتش على البال ولا على الخاطر. يعني رايك نعمل ايه؟ الموضوع ده لازم ينتهي بسرعه ومن غير شوشره. سيب الموضوع ده علي انا يا سعاده البيت. المرحله اللي احنا فيها دي اخطر المراحل. الحفر قرب ينتهي والعدد كلها وصلت، وانا متوقع الراجل الكبير يوصل في اي لحظه. مش عايزه يجي يلاقي اي مشاكل. فهمت قصدك يا بابا، وكالعاده ما بتفوتكش اي حاجه. بيت خالي بيتنظف، ساعة بالكتير ويكون جاهز لاستقبالك. متشكر قوي يا حنان. أنا مش عارف هقدر أرد جميلك ده إزاي. كده برضو يا أحمد؟ معنى كده إنك بتعمل تكليف بيني وبينك. ده ماما اتبسطت قوي لما عرفت إنك هتقعد فيه، وراحت بنفسها توضبهولك. ده واجب يا أحمد. حد يعبرنا اللي هنا. مين دول يا حنان؟ دول ناس أغراب على ايوه نعم. ايه الحكايه؟ بقالنا ساعتين قاعدين ومحدش سال فينا. تحت امركم، طلباتكم ايه؟ طلباتنا ما في احترام للزباين اللي موجوده. حاضر. عندك ايه؟ ما انتوا عارفين كل حاجه. زي اكل، شاي، قهوه، حاجه ساقعه، كل حاجه. طب استني لما اسال الرجاله. خلاص لما تسالهم وبقول. تاكل ايه يا دونجل؟ سمك بالشامونيز. بالشامونيز؟ وانت تاكل ايه يا برعي؟ اكل عصير قصب. اللي على مالتي ده مش قصور. ازاي تسيبينا وتمشي قبل ما نطلب؟ احنا زينا زي اي حد، احنا هنا بفلوسنا. طب وحضرتك طلبت حاجه وهي ما جابتهاش؟ وحتى لو طلبوا اللي يطلب يطلب بادب. يعني ايه؟ ما هي قالت لك. انا بكلمها هي. واجزم بس مد الايد ما طيب احسن. اجري العب يا شاطر. طب العب انت.
تعالى معايا. عيني على رجالة بقى واحد يعمل فيكم كده، ده انتوا رجالة ورق. حلوة ورق دي. بعدين انت بتضرب ليه؟ مش انا اللي ضرب، يبقى انا اللي ضرب. عارفين انا لو كنت موجود كنت فصفصته. يلا ادي اجري فصفص نفسك امشي. تعالى دول رجاله ورق زي ما انت قلت. مش معقول اللي حصل لنا ده يا رجاله. هنقول ايه لابو النور؟ احمد ابن ام احمد يعمل فينا كده؟ قالوا ايه لوحده؟ تستاهلوا عشان انا مش معاكم. احمد رجع. احمد ما بلاش من السم الهالي ده. شوف بيت عامل ازاي؟ مفيش داعي منه. البيت المحفوظ دي ودول شويه رفايا يخص والدتك، صيغه وحاجات زي كده شلتها عندي بعد والدتك ما دخلت المستشفى. ما تنساش تنقل الترخيصها باسمك. وصلوا اخبارها ايه؟ بعد انت ما سافرت وانقطعت جوابتك ابويا افتكر انك مش راجع فصرف نظر عن الموضوع. وبعدين كاظم بيعرض عليه يخطب سلوى لابنه ممدوح. وابوك وافق؟ اي اب بيهمه يطمن على مصلحه بنته. واتخطبت؟ اتقرت فتحتها. انا ما كانش في ايدي حاجه يا احمد، انا كنت مشغول بالدراسه وتحضير الدكتوراه. وسلوى كان رايها ايه؟ اعترضت في الاول لكن استسلمت لرغبه ابويا بعد كده. ده بينه ترنك عن اذنك. انا كمان ماشي. طب ما تغيبش عليا. اتفضل. اشوفك يا احمد. ها ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا أحمد. مبروك. سمعت إنك هتتخطبي. ما أنا قلت لك الكلام ده من زمان، وفي جواب من ضمن الجوابات اللي ما كنتش بترد عليها. أرجوكي ما تحاوليش تداري غلطتك بكدة. استنى يا أحمد، أنا في الأول اخترتك أنت وكنت عايزاك أنت. أنت اللي ما سألتش فيا ولو حتى بجواب واحد. حسيت إني برمي نفسي عليك وأنت اللي مش عايزني. اعتبرت عدم ردك ليا إهانة لكرامتي. وممدوح ابن كاظم بيه هو اللي هيرد لك اعتبارك، هو اللي هيرد لك كرامتك، مش كده؟ مفيش داعي للكلام ده يا احمد. ممدوح شاب ممتاز وغني يقدر يحقق لك كل اللي انا ما اقدرش احققه لك. احمد ارجوك افهمني، انا كنت مستنيه كلمه منك وانت اللي ما سالتش فيا. كنت عايز نعمل ايه؟ العكس هو اللي حصل. انا اللي كنت بكتب لك وانت ما كنتش بتسالي. مش ممكن. هو ده اللي حصل. يبقى القدر لعب لعبته بينا احنا الاثنين. قدر؟ القدر دي كلمة في المسلسلات والأفلام العربي بس. واضح يا سلوى انك انت اخترتي واخترت الطريق الصح. كده اهو، دي حاجة جميلة قوي. على كل حال اطمن. يوه قلت لك اطمن. احمد جه؟ شفته. كلمتيه؟ ايوه. بيقول ان جواباتي ما كانتش بتوصل له. انت ما كنتش بتبعتها يا رياض؟ كنت ببعتها له طبعا. امال بيقول انها ما وصلتش ليه؟ تفتكر هيقول ايه غير كده؟ سلوى حبيبتي لازم تعذريه، احمد طول مده السفر دي كان مشغول بلم الفلوس، معذور طبعا انه ينساكي طول المده. طب بيعاتبني ليه دلوقتي؟ علشان تقدري موقفه وما يطلعش غلطان قدامك. سلوى المهم انت دلوقتي يا حبيبتي خلي بالك، ممدوح شاب كويس جدا والف بنت تتمناه. على كل حال فكري والراي رايك، بس ما تنسيش يا سلوى مصلحتك قبل اي حاجه.
مرة تانية اسمع ان في خناقة حصلت هحاسبك انت بالذات. مش عايز اي شوشرة. حاضر يا سعادة البيه. تؤمر بحاجة تاني؟ ابو فاس ماله؟ عايز عينك عليه 24 ساعة في اليوم. الراجل ده بيعرف حاجات كتير، ولو اتصل باحمد في خطورة علينا. ابو فاس ده في ايدينا يا سعادة البيه. روحه معلقة بورقة زي دي. اتفضل. متشكر. انا من ساعة ما رجعت ما شفتش ابو فاس. هو مسافر ولا ايه؟ لا بيشتغل. بيشتغل في المشروع. زيه زي غيره كتير بيشتغلوا في المشروع وغرقوا في فلوسه. بلدنا النهارده رحمت فيها حاجات كتير غريبة من الصعب الواحد يفهمها. اكتر من اللي شفته؟ ايوه بكتير. يا حنان يا بنتي خلينا في حالنا، وعلى رأي المثل ابعد عن الشر وغنيله. ما احنا كل ما بنبعد اكتر الشر بيقرب مننا اكتر. مثلا موضوع بيع امك للارض، لو دخلت جوه عقول كل اهل البلد هتلاقيهم بيقولوا مش ممكن تكون باعت. بس رياض قال انها باعت. رياض ساعتها ما كانش في البلد. طب ما الكل باع، حتى ابوكي. ابويا، ابويا يوم ما باع يوم ما اتقتل. اتقتل؟ ايوه رصاصه من المجهول. هما بيقولوا كده، القتل عشان السرقه. ابويا راح والفلوس راحت، ما فضلش منها غير حته العربيه. انا كنت جاي اسلم عليه. انا مش قلت لك 100 مره ما تخرجش من المشروع الا بس؟ بس انا كنت كبر ده. احمد انا خايفه. انت كمان خايفه دلوقتي؟ بس فهمت ليه كل شيء في البلد مبقاش مفهوم. الخوف، الخوف هو السبب. ممكن اعرف بقى سبب عصبيتك دي؟ ما انت عارفه كويس. تقصد يعني وصول احمد؟ الحبيب المنتظر. ممدوح يا حبيبي، مفيش داعي للكلام ده. احمد كان يصير يرجع في يوم من الايام، شاب سافر واشتغل ورجع بلده تاني. بس ده مش اي شاب. انا سمعت كتير قوي عن اللي كان بينكم. اديك قلتها بالسابع. اللي كان، واللي كان ده ممكن يرجع تاني مش كده؟ ممدوح عايز ايه اكتر من كده؟ انت حيرتني معاك. ما انا معاك اهو. انا عايزك يا سلوى، عايز احس انك ليا. ليا انا بس، ما تفكريش في اي حد تاني غيري انا. ما تنساش يا ممدوح، اللي كان بيني وبين احمد مش ممكن يتنسي بالسهوله اللي انت متصورها دي. اللي بينكم ده كان وهم، حب مراهقه ملوش اي معنى. اذا كنت بتحبيني بصحيح لازم تنسي الموضوع ده كله باسرع ما يمكن. طب ممكن بقى ما نتكلمش في الموضوع ده اكتر من كده؟ استاذ احمد الحمد لله ان انت جيت. ايه في ايه؟ لا بس رافضه تاخد الدواء، ارجوك حاول تديها لها. طبعا بيجي. ايه يا ست الكل؟ ليه رافضه تاخد الدواء؟ الدواء هيخففك يا امي. علشان خاطر ابنك. علشان خاطر ابنك حبيبك. شفا يا امي. هو الاستاذ احمد ما جاش النهارده؟ موجود جوه عند والدته. طب شكرا. اهلا. ازيك يا عبيد؟ ازيك يا ازاي الوقت دلوقتي؟ الحمد لله. ما تضايقش نفسك، بكره تخف وتبقى عادي. يا ريت يا رياض، دي هي اللي بقيا من الدنيا. ازاي ابوك دلوقتي؟ كويس الحمد لله. انا هدخل اطمن عليه. اتفضل. اتفضل. بابا احمد جاي يسلم عليك. احمد
ازيك يا عم بلتاجي؟ سلام عليكم. الله يسلمك يا ابني، بركه اللي رجعت بالسلام. شايف يا احمد، شايف الزمن عمل فيا ايه؟ انت راجل مؤمن يا عم بلتاجي، ان شاء الله ربنا هيشفيك وترجع زي الاول واحسن. استاذ رياض. ايوه. المدير عايز حضرتك. ثانية يا عم، على اذنك يا بابا، استناني يا احمد، هنمشي سوا. اسمع يا احمد. ايوه يا عم بلتاجي. لازم اقول لك اللي في نفسي. الارض اللي فديت عمري فيها بعتها الكاظمين غصب عني. راحت. الارض راحت يا احمد. طب وبعت ايه يا عم بلتاجي ما دام ما كنتش راضي؟ والله يا ابني كاظم بيه كان مأثر عليا قوي، والفلوس عملت عليا، وبرضه العمر له حق، انا تعبت والارض محتاجه اللي يراعيها. طب ما رياض موجود؟ اه رياض معذور برضه يا ابني، فرح بالفلوس زي حالاتي، وكمان ملوش في الارض والفلاح. ما تندمش على حاجه راحت يا عم بلتاجي. عندك حق يا ابني، بس غصب عني. بس اسمع يا احمد، ارضي انا بعتها برضايا، انما ارضكم وبيتكم اتنهبوا. امك ما باعتش يا احمد. انت متاكد؟ كان اهون عليها تموت ولا تفرطش في حد التراب. لازم تروح لكاظم وتواجهه. في سفريتك. انا احب الشباب المكافح. كاظم بيه، انا جاي علشان موضوع بيع البيت. ماله البيت؟ انا شاكك ان امي تكون باعت فعلا. انت عندك شك، لكن انا عندي عقد بيع قانوني رسمي ومختوم بختم ست الوالدة. ممكن اشوف العقد ده؟ طبعا من حقك. اتفضل. أنا بطعن في العقد ده. من حقك. وهوقف في العمل في المشروع. ده بقى مش من حقك. ليه؟ إحنا هنا مش بنلعب. ده مشروع استثماري كبير هيفيد البلد كلها. وأي محاولة منك لتعطيله هتبقى مخرب. ما أنا لازم أعرف. حتى لو البيع صحيح والعقد ده سليم، طب فين الفلوس؟ ده تسأل عليه بقى ست الوالدة، هي خدت فلوسها بالكامل. وأحب أعرفك كمان إن إحنا قمنا بالواجب، دخلناها المستشفى وعالجناها، ودي ست كبيرة ووحدانية. ولا أنت شايف حاجة تانية غير كده؟ Thank you.
ريس. انت جاي هنا ليه وعايز ايه؟ انت اللي عايزين ايه؟ يا ارض يا ابني. يلا. يلا بقى هنا خلي الرجاله تشوف شغلها. شوف شغلك يا ابني ما انك لوط. تخصك يا شاطر، والحاجة اللي ما تخصكش ما تقرب لهاش. البيت والأرض وسلوى. الكلاب، كلاب. إيه اللي خلاك تروح هناك؟ كنت في أرضي. ابعد عنهم يا أحمد، دول ناس ما بيرحموش، هيقتلوك. أنا من النهاردة اللي مش هرحمهم، خصوصا ممدوح. وش معنى ممدوح؟ إنسان جبان. ده السبب؟ ايوه هو ده السبب. خلاص ما بقاش فيه اسباب تانية. كل اللي بيني وبينهم طار امي. بس لقيت الباقي ما يستاهلش. تقصد سلوى؟ ايوه عرفت متأخر. كنت عارفة؟ ايوه. سلوى بعتني. سلوى مش كل العالم يا احمد، في اللي يشتريك وبالغالي بروحه. انت طيبه قوي يا حنان، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. اصابات كده سطحيه وتعدي. انا هديلك دواء، انما هو الدواء ده تاخد منه حبايه كل 6 ساعات. كوبايه ميه لو سمحتي. من عينيا. مال الدواء دي؟ ما واضح من يوم ما مشيت على دواء الدكاتره وهي في النازل. تقصد ايه؟ اقصد ان الدواء اللي بتاخده غلط. هتسألها بنفسك. ده هي بنفسها قالت لي لما رحت زرتها في المستشفى ان الدواء اللي بتاخده بيتعبها. ايوه. المهم انها تكون بتاخد الدواء. انت عارف صحتها غالية عليا قد ايه؟ اطمن يا كاظم بيه، الدواء بتاخده في مواعيده وبانتظام، وبعد 10 ايام بالكتير هتبقى المرحوم ام احمد. وهو ده اللي انا عايزه. مع السلامه. انا اسف المكالمه قطعت عليها الحديث. كمل. زي ما قلت لحضرتك الهفر مستمر وهننتهي منه الليله دي. افهم من كده إن بيننا وبين الهدف خطوة واحدة؟ بالظبط. هتتأخر؟ لا يا دوب أروح أسلم عليها وأرجع على طول. طب سلمني على ماما. الله يسلمك.
انت عايز ايه؟ أنا من رأيي إنك ترجع مصر، وجودك هنا معايا هيبوظ كل حاجة. بس يا بابا اللي عايز أقوله. خلاص. ألو. إيه؟ وإزاي قدر ياخده من الممرضة؟ لازم ترجعوه بأي تمن. اسمعني كويس، انا شاكك في الدواء اللي بيدوه لامي في المستشفى. شاكك؟ تقدر تحلولي في المعمل؟ اكيد. هستنى منك النتيجه. طب استنى عنك، انت فاكر ضربك ليه ده هيجيب نتيجه؟ غلطان يا احمد، انا اللي اخترته وانا اللي عايزاه. خساره يا سلوى. مفيش حد بيخسر على طول، كل واحد ليه فرصه بيكسب منها، وانا فرصتي جات لحد عندي اسيبها؟ وانت كمان فرصتك اكيد جايه قريب، شطارتك بقى انك تستغلها. انا مش مصدق نفسي. معقولة انت سلوى تتكلمي عن الفرص والاستغلال والشطارة؟ الدنيا علمتني. مش معنى انا؟ ليه ما اتعلمت زيك؟ مش مسؤوليتي. وانا ليه فضلت مع حياتي القديمة وامالي واحلامي؟ ليه ما اتغيرتش؟ لان الدنيا بتاعتك وقفت لحد كده، لحد امال واحلام سنتين فاتوا. وده في نظرك عيب؟ والله دي شخصيتك وانت حر فيها. انا باختصار يا احمد لقيت فرصه اطير، ليه افضل قاعده على الارض؟ وهتطير لغايه فين؟ لعالم واسع قوي. زمان كنت فاكره ان البلد دي هي كل الدنيا، اكتشفت بعد كده اني كنت ساذجه جدا لدرجه مضحكه. سلوى، احسن لك ترجعي لحياتك القديمه، لانها هي دي الحقيقه. الافكار اللي انت بتفكري فيها دي كلها مزيفه، ممدوح نفسه مزيف. ارجوك يا احمد، أرجوك سيبني أعيش، ده حقي. ما أنت كنت عايشة أبي ممدوح. كان بيتهيألي ممدوح ده من عالم تاني خالص، عالم ما يعرفش الخوف ولا الحرمان، عالم بيضحك على طول لأن مفيش حاجة بتبكيه. عن إذنك يا أحمد. ايه يا سلوى، مالك فيه ايه؟ مفيش حاجة. أمال مكشرة كده ليه؟ حصل حاجة بينك وبين ممدوح؟ مش مهم تعرف. مش مهم يعني ايه بقى؟ رياض، من ساعة ما رجع أحمد وأنا احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. أكدت لك 100 مرة إن أحمد كذب عليكي. بس أنا ساعات بحس إنه ما بيكذبش أبدا. يا سلوى، أنا الدنيا كلها ما تساويش عندي حاجة. أنا كل اللي بعمله في حياتي علشان أضمن مستقبلك وحياتك. أنا تعبانة يا رياض، تعبانة أوي. أنا الدنيا كلها ما تسويش عندي حاجة قصاد كلمة زي دي. أنا مستعد أعمل أي شيء علشان أشوف الابتسامة على وشك على طول. رياض ابتسمي يا سلوى، ابتسمي.
ازيك يا عمار؟ وحشتني انت ليه من زمان؟ الله يخليك. من يوم ما عرفت انك رجعت واني بحاول اوصل لك لكن كانوا بيمنعوني. مين دول اللي كانوا بيمنعوك؟ كنت مستخبي كده ليه؟ اصل رجالة التمنهوري كانوا هنا وخفت لكل يرجعوا. رجالة التمنهوري؟ ايوه. اصلهم كانوا في البيت بيدوروا على حاجة. لازم كانوا بيدوروا على الدواء. احمد امك ما بعتش الارض. ما بعتش؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه. الحقيقه يا احمد انا حاولت احميها لكن ما قدرتش. انا مره رحت المستشفى عشان ازورها ولقيتهم واقفين يمضوها وشافوني وكلت علقه مسيتني قال وعودوني على شرب المخدرات لحد ما ادمنت وبقيت مسلوب الإرادة ومن يوميها وانا تحت رحمته. كلاب انا هخليهم يندموا على اليوم اللي جم فيه البلد. ابو فاس انت لازم تيجي معايا البوليس وتقول كل اللي تعرفه. ايوه بس ما تخافش. وانا هخاف من ايه؟ يلا دول لو شافوني هيقتلوني. طب اسمع اطلع انت من هنا وشوف بكره. يلا يلا. فتشوا المكان. طوال عراض على الفاضي. راجل واحد مش قادرين عليه؟
مفيش مكان الا لما جبنا عليه وطين. وسبتوه ليه؟ جايز مات. جايز؟ مش مكسوفين من نفسكم؟ ده كان لازم يموت. وجب. انا مش عايز الدبان الازرق يعرف طريق جثته فين. المشروع ده أونطة وبيديروا بيع اللي بيعملوه. ما تيجي تبلغ البوليس. سيب الموضوع ده عليا. انا عارف انا هبلغ مين لما بينا قبل ما حد يشوف. يلا استنى انت هنا. وراه فين؟ يا ابني الجنية يدور من ناحية. في ايه؟ مش عارفة في ايه. فص ملح وداب. لا جدعان، مش عايزكوا ترجعوا لبيت برا. الو ابو فاس كان هنا يا سعاده البيه. ابو
وكان معاه صلاح. انا خلصت على صلاح لكن ابو فاس هرب. طيب ابو فاس عارف السر وهرب، لازم نخلص منه. احمد لازم يشوفه دكتور. انا هاخده واسافر عند عمتي علشان ابعده عن اي خطر. ربنا معاك يا بنتي. احمد مش هنا، انما انا عرفت غلطهم الحقيقي من الارض. انا عرفت السر. يعني الرجاله مش لاقيين اي اثر لاحمد، حتى حنان هربت هي كمان. طبعا ما عرفتش مكانها. هو انا لو كنت اعرف كنت سبتها. بصراحه بقى كاظم بيه انا قلقان قوي لحسن سر الدواء ده ينكشف. أنا مش عايز ولا كبش. بدلها الدواء بالدقيقة أو بالثانية. طيب اتفضلوا. تكون حسب ما احنا متوقعين. كل شيء ماشي لغايه دلوقتي حسب المرسوم. الراجل الكبير عارف كل حاجه. ايوه بس انا عايز الحيطه دي تنهد بسرعه عشان اشوف بعيني ايه اللي وراها. كل شيء بأوان وكازم بين، ما تستعجلش. وهو ممدوح عايز دكتور يحل ومصر ليه يا سلمى؟ علشان انقي الجهاز اللي نفسي فيه يا بابا. لكن أخوكي كان موجود لما ممدوح كلمك في التليفون من مصر؟ لا. طب مش تستني يا بنتي لما أخوكي يرجع وتقولي له عشان تعرفي رأيه؟ رياض يا بابا مش هيقول حاجة، بالعكس ده هيفرح قوي لما يعرف السبب اللي خلاني أروح لممدوح. رياض يا بابا يهمه سعادتي، وأنا خلاص بقيت قريبة منها قوي. بس أنا خايف يا بنتي ما تكون السعادة اللي انت حاساها دي مجرد وهم. لا يا بابا ابدا، بالعكس انت اصلا ما تعرفش ممدوح كويس. انا قلقان عليك يا بنتي، خايف عليك يا سلمى. يا بابا ما تقلقش عليا، بنتك عارفة كويس هي بتعمل ايه واختارت مين. حبيبي يا بابا انت بتعيط. لا يا بنتي، لا لا لا،
دموعك طالعة اللي بيقول عليها. خلاص يا بابا وفر دموعك دي ليلة فرحي وانت بتلبسني الطرحة بإيديك الحلوين دول. مبروك عليك يا بنتي، ربنا يسعدك يا سلام. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا دكتور؟ هي دي الحقيقة، مش ده الدواء اللي انا كتبته لوالدتك. بس ده الدواء اللي بيديهولها في المستشفى. ايه يعني؟ هيعالجوها على مزاجهم؟ طب الدواء ده بتاع ايه؟ لحد دلوقتي ما اعرفش، انا هبعته المعمل يتحلل وهقول لك النتيجة. عملت ايه؟ الدواء فيه سم بطيء، انا حللته بنفسي. وانت ازاي وافقت على كده من الاول؟ ما كنتش اعرف. انا عرفت بالصدفه. غبي كاظم، انا اتفقت معاه من البدايه انه يدفع لاصحاب الاراضي كل اللي يطلبوه. هو بصراحه عمل كده فعلا. وايه اللي وصل الامور للدرجه دي؟ بيقول ان امه احمد رفضت تبيع ارضها، والارض دي مهمه جدا للمشروع والا ما يتمش، لأن المقبرة بتقع في نص الأرض بالظبط. بس ده مش عذر، كان لازم يتصرف بذكاء أكتر من كده عشان يبعدنا عن المشاكل. المشكلة كانت في أبو فاس لأنه شاف بنفسه، بس أنا خلصت عليه. من سنين وإحنا بره بنخطط العملية دي، والمنظمة صرفت ملايين لتحقيق هذا الهدف. القتل هيفتح عين البوليس علينا. بصراحة أنا ياما نصحته بس ما كانش بيسمع كلامي. كل اللي قدرت اعمله ان انا بقيت احاول اصلح اخطائه. انت مخلص يا رياض وكلنا عارفين ده، وعشان كده انت هتحل محله بمجرد ما تخلص مهمته. على كل حال انا تحت امركم، المهم ان المشروع ينجح. ثلاث ايام فاتوا يا حنان، انا مش قادر استحمل، انا لازم اروح بنفسي اجيب نتيجه تحليل من رياض. يا احمد انت لسه تعبان، وبصراحه انا خايفه لو يكون رياض هو كمان متراقب. الايام بتمر طويله يا حنان ومفيش اي خطوه لقدام. سيب الحكايه دي عليا، انا بكره الصبح هروح لرياض واعرف منه كل حاجه. كل العيال فارغه من النوع ده يا فندم، وديهم المعمل. خلاص يا محمود؟ قربت يا فندم. قلت لي ان البلاغ ده من مجهول؟ ايوه. الساعة 8 يا ممدوح. الساعة 8 مش دلوقتي. المأذون كان هنا، الناس كلها كانت هنا، وانت يا ممدوح انت ما كنتش موجود. ليه؟ نسيت؟ نسيت؟ نسيت ايه؟ الجواز. الجواز يا ممدوح. جواز ايه وهباب ايه؟ ما احنا عايشين زي الفل اهو. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزه الحلال، عايزه اكون زوجة. يعني هي الحكايه وقفت على الورقه والمأذون؟ طبعا ده الشرع وده اللي احنا متفقين عليه. طيب انت بس ايه؟
انت سيبك من الكلام الفاضي بتاعك ده. تعالي. ما تجلسنيش. كان لازم افهم من الاول انك ضحكت عليا بكلمتين حلوين وصدقتهم. سلمتك نفسي وضحيت بكل حاجة علشان حبيتك. المظاهر الكذابة والمجتمع اللي انت منه توب اكبر مني. ما كانش لازم اصدقه ابدا. كان معاه حق احمد. طب ما خلاص خليكي مع سي احمد بتاعك اهو توبه من مقاسك. لكن انا يا حبيبتي يوم ما احب اتجوز هتجوز واحده ترفعني لفوق مش انا اللي ارفعها. واحده من مستوايا. واحده ما سلمتش نفسها. عقبال ما زوغت منه كان قطع نفسي. يبقى لازم رياض كان متراقب. المهم قالك ايه رياض؟ بيقول الدواء اللي بيدوه لامك عباره عن سم بطيء. سم؟ احمد البوليس متهمك بقتل ابو فاس. لقوا الجثه بتاعته في بيت خالي بعد ما سافرت مضروب بالرصاص من البندقيه بتاعتك. ابو فاس اتقتل؟ الو مين يا فندم؟ ايوه موجود دكتور فاضل. الو ايوه دكتور. بكل اسف يا احمد اتضح ان الاقراص ديت عباره عن سم بطيء بيقضي على حياه الانسان بعد فتره معينه من غير ما يترك اي اثر في الجسم. عموما انا بلغت البوليس. في ايه يا احمد؟ زي ما قال لك رياض بالظبط. الدواء اللي بيدوه له مسموم. راجع البلد. احمد ده في خطر عليك والبوليس ينجر يقبض عليك بتهمه ابو فاس. دي امي يا حنان هيقتلوا امي. احمد طب اجي معاك. لا يا حنان ارجوكي انت تعبت معايا كتير كفايه.
كل شيء بقى واضح بالنسبة لنا، حقيقة قتل أبو فاس والسر اللي ورا المشروع الوهمي. مش ناقصنا دلوقتي يا فندم غير أمر التحرك. كل شيء جاهز، المهم تخلوا بالكم. اطمئنوا يا فندم. ربنا معاكم. شكرا يا فندم. بتقول إيه يا أبو النور؟ هرب منكم؟ إزاي؟ طب هاتوا حنان معاكم واستنوني لغاية ما أجي. يا سعادة البيه، أنا رياض. أحمد هرب وممكن يبلغ البوليس. بشويش بشويش. على مهليكم. Thank you.
بتسأله في ايه؟ رياض انا كنت في مصر عند ممدوح. طب معلش بعدين يا احمد بعدين. بعدين ايه؟ بعدين ايه يا رياض؟ انا بقول لك انا في ورطه كبيره قوي. معلش خش اهدي شويه لغايه ما ارجع. اهدي ايه وبتاع ايه؟ بقول لك في ورطه يا رياض. انا اتاخرت لازم اكون في المشروع دلوقتي. يا ريت استنى عايز اقول لك حاجه. قلت لك بعدين يا سلام. بقول لك قتلت ممدوح قتلته. فين رياض؟ راح المشروع. احمد ارجوك يا احمد ما تسيبنيش لوحدي. انا غلطت، انا عارفه ان انا غلطت، انا مستعده اصلح. امي ماتت. استنى يا احمد. اتقتلت. انا جايه معاك. كل شيء تمام، احنا قدامنا الحاجات وجاهزين للنقل. كويس، انا جايه وراك. اوكي. العملية جاهزة يا رياض. انت يا رياض بتشتغل مع المجرمين دول؟ ليه بتتخلى؟ مفيش داعي للكلام ده دلوقتي، هنتكلم مع بعض بعدين. خليك انت جاهز. الرجالة جاهز في ضيوف يقولنا. عادي. حسن بره. عبد العزيز عضل ورا ورا الكنتونه دي. عضل استغنى عن خدماتك. انت ورطت نفسك في حاجات ملهاش اي لازمه كانت هتضر العمليه كلها. انزل انت دلوقتي هنا. هتعمل ايه؟ انزلي بس. احمد وصل بره. كويس انه جيب رجليه. الظروف كلها لصالحي. انا هخلص عليكم دلوقتي بندويتو، والرجاله بره هيخلصوا عليه، وبكده هتبان المساله قدام البوليس انتقام شخصي. انتوا نهبتوا ارض امه وقتلتوها، وهو خد بطاره منكم. انت انتهيت يا كاظم بيه. انتوا واقفين تتفرجوا عليا ابو النور. ما قالك انت خلاص؟ احنا مع اللي جاي. اوامرك. Thank you.
هقول يا رياض، البوليس موجود، بس خليك تسلم نفسك وافر نصائح لنفسك قبل ما اسلم نفسي هخلص عليك وعليها وعليكم كلكم. I'm gonna get you.